اسمك سعيد واللقب نعاني اي يا الزعاد متفدليك وقل لي على اسمك بالصحيح. اسمي سعيد ولقبي نعاني، عاشت نسمة. اسمي سعيد ولقبي نعاني، عاشت نسمة. مرة الحظ وقف وجاني، مرة الحظ وقف وجاني، طلعوا سيسان وعلماء كنز وعايم فوق الماء. نظهر لك أكبر مزهار، فرصة عمري مرت بيا، مالو شاهد ذهب ديار. كي غربت وصل يديا، كي غربت وصل يديا، راحت جابت في الهواء كنز وعايم فوق الماء، كنز وعايم فوق الماء، كنز عايم فوق الماء. قبل الشباك ما تعذرنيش وما تسامحنيش، شكون يسامحني يا ولدي؟ قال لك جيب لي طابع سكر. ما نحبش السكر، ما نحبش، ماني شارب القهوي. ها ايش اسم سيادتك؟ ايش يهمك؟ ايش يهمك بناش؟ شو 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 اللي تكتب فيه؟ اسمك يربح فيك دينار واحد، يا ربي لك الحمد. تفضل. بارك الله فيك، ان شاء الله بالبركة والهنا والسعد، إن شاء الله مبروكة. يا حي يا قيوم، لا تسمعنا خبر مشوم. لا لا ندعي ندعي. ألو ألو نور عينيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدي، تفضل. صلاة البركة. البارح المدام متعدات من هنا خذت تريق، ماذا بيا على كعيب ولا سينما الموديل هذاك؟ ما هي متاع 25. ايه متاع 25. يا خويا جابك ربي، تعرف لو كان جدت وخرته شوية باش رسلكم منوازل ومحاكم وربما حبس. ما هي طلعت الثريا مسروقة وشدوا السارخ وجاوا يبحثوا فيها، أنا وليتهم دليت على أوصاف المدام عندك. ما نخنمش نجيبها. ساقي وساقك، توا نسكر الحانوت ونمشي ونجيبوا الثريا ونهزها لدار الكوميسار بيدي. تفضل يا خي، تفضل. سي عبد العظيم تفضل، هاي ثريتك. مسخر عليا يا سي عبد العظيم، ما ممت... لعبة أنا بين يديك، ها؟ إيش معناها؟ بعد ما تكسرت تلمت وتلصقت وتقولي هاي ثريتك، ما تحشمش. ما ولقيت حانوت تبيع الثريات، أخت ثريتك وليت شريتها. اسمع، حاجتين نكرهم في حياتي، اللي يكذب عليا واللي يحاول يستبلهني، فهمت ولا؟ ها؟ انتي كذب ياسر، اش معناها؟ درت تونس معارف واكتاف وما لقيتش حانوت تبيع ثريات، وانتي في نص ساعة تلقى حانوت تبيع نواث من ثريات. نعم؟ اش معناها نعم؟ انتي الموظف البسيط تعرفك الناس أكثر مني أنا صاحب شركة؟ انتي كذب ياسر، انتي ياسر كذاب وماني مش فايق بيك. انتي من توا مرفوض، من توا مرفوض، فاهم ولا؟ ياسي عبد العظيم
براس المدام ما تعملها العملة. يا ذي كفوية اللي جبت لك ثرية أخت ثريتك. أنت تكذب تكذب. توا باش نمشي ساقي ساقك للحانوت شريتها من عندك. ويا ويحك لو كان تطلع تكذب، مستقبلك مشى. ساقك ما عادش نحبها في الشركة متاعي، فاهم ولا لا؟ باهي حاضر حاضر. باهي أسمع، باش نمشي للحانوت ندخل وحدي ونسأل مولاها وحدي، فاهم ولا لا؟ اطلع. ايش باش تقول للراجل يا سي عبد العظيم؟ يا اخي جريمه هي ولات، ايش باش تقول للراجل؟ انت بعت ثريا هذه وراسك العزيز لا بعتها ولا شفتها ولا ريتها. او سيدي قدامك الحانوت جمله، شوف تلقاش فيها ثريا. ويكذب عليا؟ لا لا، هو اللي يكذب. تعليه يا طيب تكذب؟ هذاك عارفي لو كان تنكر انت بعتي ثريا تتردي من الخدمه. انتوما شريتوها منها الشارل ديغول. هذيك الثرية الأخرى اللي كسرتها سيارة، أما هذه شريناها من عندك يا طيب. تفكر تفكر يا طيب. بالجد سامحني على خاطر نسخالك شرطي على هذاك انكرت. شنو شنو؟ نسخالك شرطي. ما نقولي مسروقة هذه. لا ماهيش مسروقة، ماهيش مسروقة. ما هو طيب يبيعها هنا بلاش بطين ده. عندي يخاف يخاف. اي عاد نمشي ويعرفي مادام طلعت صدق في كلامي. هاي نمشي. ايه 30 دينار. ها؟ قال باش يهز الثريا للدار وبعد يجيب لي الفلوس على خاطر ما فوقوش. شنو شنو؟ اخي ما عطيتكش حقها؟ ما خلصتوش؟ لا لا اعطاني حربون اعطاني حربون ما نكرش هذا، اما مازالوا 30 دينار. باهي شو نعمل سي عبد العظيم؟ شو باش نعمل؟ ما باش خلص حقها. نهز ثريا للدار مش خالصه؟ خينا قلاب عندك؟ لا حشاك سي عبد العظيم، خليها هات نعطيها فوقي للفلوس. هاتي كثرهم عليك. مش هذاك شد. ما نشدش ما نشدش. حب فلوسي كاملين يا سارق يا قلاب يا باندي. شد يدك بهذم حتى نتحاسب وتوا خلصه. تي قداش تخلصني؟ قداش تخلص؟ ملف حموم عندي. قداه باش تخلص؟ قداه الخمسة دينارات متاع الصرف، الاربعين دينار متاع رحاية القهوة، الخمسة وثلاثين دينار يا سيد طيب بقية الثرية اللي بعتها بعشرين، الخمسة وستين متاع الثرية اللي شريتها العرفي، ثلاثين دينار اللي اخذته من عندي اليوم، 175 دينار. منين باش تجيبهم؟ منين؟ ها هم 15 دينار والستين دينار نهيرين يكونوا عندك. أما 60 160 160 يا راجل 60 ولا 160 كيف كيف؟ الحياة مصاريفها ياسر والعيلة كبيرة. نعم يا سيد، لا انت ناوي باش تعيش العيلة متاعك من راسي انا. محليك تتغشش. شو عندي افار؟ ما تحكيشي على فريات وانا قدامك. ما تتسرعش، اسمع كلامي لما تولي تعوم في الفلوس. عمان بالله نعوم عمان لوين؟ مش تسرقوا بانكا؟ انا سارقة. انت مدرسة انت سرقة. انت مدرسة. انا باش نخلص عليك اليوم وفطور. اسمع، كان عجبتك الفكرة فبها، ما عجبتكش نبطلوها. أما وراسه خي عفار ديامونت. شنو هالعفار ديامونت؟ كلم يا طيب. راك مرشتني يا طيب. انت تعرف اللي برشا ناس يفرقسوا على محلات فارغة للكلاب.
ما عنديش فلوس، أما عندي ذكاء، ولهذا باش نحطوا اليد في اليد ونخدموا مع بعضنا. أنت باش تخدم مولا بحل، وأنا باش نخدم سمسار. قهوة حومتنا نهار الكل والناس ريقها شايح على المحلات وتفركس على عمك الجيلاني سمسار. انت اسمع الحكاية، كان ما عجبتكش مش لازم. ما عجبتنيش ما عجبتنيش. ما هو على خطر ما سمعتش الرسمي. يا بالحي زوز قهوة. لا بالحي ولا بالميت قهوي. لا إذا دخلت القهوة بيني وبينك نعرف ثم مصيبة جاية. مش لازم القهوة، أقعد. هاني قعدت. اسمع ليش شنو نفقك هذا؟ شوف اللي يجي يسأل على دار نجيبه أنا المحلك أنت على أساس إنك خارج بعد شوي. فهمني مليح، أبك تفهمني. قبل ما يبدأ يقلب قل له أعطيني سمسريتي 3 دينار. أنا مستعد ونضمن لك باش نجيب لك 10 من الناس كل يوم. 10 × 3 قداش يجيو؟ 30 دينار في النهار، نقسموه مع بعض 15 ليك و15 لي. قداش يجيو في الشهر؟ 450 دينار. في العام قداش يجيو؟ تعرفش قداش الحسبة متاعهم؟ 5,400,000 دينار يجيو كهناني بناني لشقاء ولا تعب. يا طيب فكرة ما هيش دونية، إنما يا طيب خاف خاف على خاطر جرايلك ديما من أحسن. يا أخويا سعيد، الحياة فيها الباهي والخايب، وحلو ومر حتى لين يوفى العمر. علاش تحب تشد في الخايب وتسيب الباهي؟ جرب، ما تقصر شيء، جرب وتفكر كلامي. يا طيب أنا باش نجرب، إنما مسبقا أنا عارفها قلبي مقيل خير، ما باش نجرب. العشرة دينارات حطيته في القجر وجبت ال5 دينارات. يا ولدي اجعل منك يجلوني يا مؤمنين. قدامكم هكا خلال السواقر وزدت كفلهم 5,000 سرقة هكا. يا نعم أنا سعيد، تعرفني؟ قالوا لي للمحل هذا للكراء. محسوب. محسوبة للكراء ولا لا؟ المرة الجاية المرة الجاية راسي. أما تبش يكون الواحد ده علينا خسر لي مليح. هذه صفحة من حكاية مثل الخير القدام، نقدمها الليلة جاية كي نكملها تقول منام. مثل الخير القدام يا إنسان، لوحات كثيرة مليانة، أولها مش كل جيران والسرقة أكبر خيانة. حب الذات أشكال ألوان، القلب سبحت مزيانة، وإذا جار يصبح خوان يا دنيا عليك السلام. مثل الخير القدام we
أنا نسخي وانتي قول في النهاية الكلمة ترجع إذا ما لها مفعول وإذا العين بالفرشة تشبع والعقل مسكر مقفول والعبرة واللي ما تنفع مش يسمح سيد الكلام مثل الخير القدام